اليوم قررت أوني ورانيا أن نسوي تحدي، وهذا التحدي راح يكون منو يقدر يبني أجمل جزيرة بأسرع وقت. وهاي الجزيرة راح تكون جزيرة سياحية أسطورية، ووحدة راح تكون من اللون البلو والثانية راح تكون من اللون البينك. شوف اسمع جيجي، متأكدة جزيرة اللون البينك راح تكون أسطورية وكلش حلوة. هي رانيا، أتوقع أنت غلطانة بصراحة. جزيرة اللون البينك أكيد راح تكون مقرفة، واني متأكد كل المتابعين راح يختارون جزيرة البلو. شوف اسمع جيجي، دربك الضوج وتحكي هذا الحكي. شوف اسمعني، أنا قبل شوي شفت قرش هنا، إذا عدت هذا الحكي مرة ثانية راح أصيح حتى ياكلك. قرش؟ هي أصلاً أنا ما أخاف من القرش، أصلاً أنت تخافين. بس رانية قاعد تعرفين الجهة مالتك يا هي، أنت لازم تجي من على هاي جهة اللون الوردي، وأنا جهة اللون البلو. بس لازم نستعجل. براس رانية، أوكي قبل ما يبدأ هذا الفيديو حبايبي، لا تنسون أن تخلون لايكات هواية وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس. يلا حبايبي، الكل يخلي لايكات كلش هواية، ولا تنسون شجعوني بالفيديو، قولوا جزيرة رانيا أحلى. أوكي، بس أنا متأكد اليوم راح يكون تحدي أسطوري، لأن الجزيرة راح نبنيها على البحر، وراني متأكد ما راح تعرف. شوف اسمع جيجي، أصلا بالعكس، جزيرتي راح تكون أحلى جزيرة بالعالم. أوكي رانيا، يلا استعجل، لازم تبنين، ما يصير تتأخرين. أوكي بس ما يصير تغشين علي، وما يصير تشوفين الجزيرة مالتي. أغش عليك؟ شوف اسمع جيجي، أصلا أنت بنائك ما حلو، ليش أنا أصلا أغش عليك؟ أوكي، يلا يا جيجي، هسه حان الوقت. هسه أجل مؤجة، أول شي بالبداية أحتاج إنه أسوي لي قاعدة للجزيرة، ولازم تكون قاعدة كبيرة حتى أقدر أبني عليها، وراح أسوي شغلات أسطورية ما مسويها من قبل. أوكي، بالبداية راح أستخدم هاي الأداة، هاي تسرع لي بعملية البناء. يلا يا جيجي، بالبداية أوكي، بعدين راح أختار براش، بعدين راح أختار سيت، بعدين أوكي، وراح أختار هسه أتوقع راح يكون شيء أسطوري. يلا 1 2 3، هوب يا جيجي، واو صارت عندي قاعدة سريعة. أوكي بعد هنا أتوقع، أوكي هنا لازم صراحة أسوي حجم كبير. أوكي هيجي يا جيجي، حبايبي تتوقعون هاي راح تكون كافية أو لا؟ بصراحة راح تكون صغيرة، يحتاج أسويها كبيرة على السريع. أوكي هيجي، بعدين هنا، يلا يا جيجي استعجل، والله هاي المساحة صارت أسطورية. أوكي أنا متأكد أني قاعد تبني بلوكة بلوكة، هي بصراحة كلش بطيئة. أوكي هسه أنا كلش فرحان لأن قدرت أكمل هذا بسرعة. بس ما أعرف راني إيش قاعد تسوي، أنا متأكد قاعد تبني. شنو؟ هي لا مستحيل، هي احنا مو قلنا ما يصير تتقربين، هي هذا غش. جي 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 يا غشاش، انت شلون بنيت هذه الجزيرة بسرعة؟ شلون شي سويت هذا الشيء؟ هي اني بصراحة كل السريع، انت بطيئة، يلا روح كملي بناك، يلا روح استعجلي. هي شوف اسمعني، انت غشاش، اما تقدر قاعد تغش. هي اني ما قاعد اغش، بصراحة اني استخدمت هاي الأداة حتى تسرع لي من عملية البناء. بس جيجي اني ما عندي هذه الأداة، معقول راح ابني وراح اتاخر وانت راح تسبقني؟ شنو؟ اوكي انا راح انطيك اداة هاي مثلها، يلا اخذيها، بس راني لازم تستعجلين وتكملي هاي الجزيرة، وردي اشوف جزيرتك، متاكد راح تكون جزيرة نوب. شنو جزيرة نوب؟ بس جيجي انا ليش جيتي بيها قرش وانت جهتك ما بيها قرش؟ رانيا والله انا ما اعرف شنو السبب، هذا القرش ايش ما يجي على جمالتي، بس يلا رانيا روحي، قاعد ينتظرك القرش. شنو؟ يلا خل استعجل، جيجي ذا اكني راح تخلص مني. هي بعد لا تغشين ولا تجي من تحت الماء، والله يا بنت كلش غشاشة. اوكي يا جيجي، هسه هاي المساحة تتوقع كافية او احتاج بعد؟ اتوقع احتاج بعد هنا هنا هنا. اوكي اتوقع هسه كملت، اتوقع هاي المساحة صارت اسطورية. بس يا جيجي بصراحة قاعد اتوقع هذا الجراس لونه ما حلو، اذا غيرته وسويته فورست مثل الغابة راح يكون شي حلو. بس بالبداية قبل ما اغيره انا احتاج اخطط واشوف ايش راح اسوي هنا. اذا يا جيجي اكيد بالبداية يحتاج اسوي مكان حتى الناس ينامون بي، يعني بالضبط راح يكون شكل بيت او فندق. يلا اوكي بالبداية راح احتاج اجيب اي لون بلو، اتوقع راح يكون هذا، وراح اجيب وياه الوايت اللون الابيض. اوكي هي ايش صار؟
أوكي هسا هذا اللون الوايت، راح استخدم اللون الأبيض والأزرق حتى يكون البيت حلو. يلا يا جيجي بالبداية. أوكي راح أبني هنا، لازم تكون كم بلوك أتوقع هالمساحة، لا يحتاج أكبر بعد أكثر. إي بالضبط هيك يا جيجي حتى تكون مساحتك كبيرة. هاي هاي روح ابتعدي، والله قاعد تغش علي. هاي روني اذا قررتي بعد تجين وتشوفيني راح تعتبرين انت خسرانه. جيجي انا بالغلط اجيت، اصلا انا قاعد اشتغل. هاي انت ما قاعد تشتغلين، يلا روح ابتعدي. اوكي والله البنت قاعد تغش. اوكي هسه هنا يا جيجي، والله متاكد راني ما عندها افكار. اوكي اذا احطنا بلوكات، لازم اسوي هذا عباره عن فندق صغير يسكنون به الناس. اوكي هيجي اتوقع هسه المساحه كافيه. يلا يا جيجي بعد هنا. اوكي هسه انا راح اكمل واسوي اساس هذا الفندق. اوكي اتوقع مساحته راح تكون عملاقه وراح يكون عده طوابق. اذا يا جيجي بالبدايه لازم اصعد واخلي الطوابق هلقد ارتفاعها. اوكي بعد سد هذا هسه صحيح، هسه لازم اكمل الطابق الاول، طبعا راح يكون من اللون الابيض، والطابق الثاني من شنو راح يكون؟ اوكي انا قاعد افكر انه اسويه من الزجاج، والطابق الثالث من اللون البلو، راح يكون احلى فندق بالعالم. اوكي لازم استعجل ابني على السريع، يلا خلني اشتغل. يس أنا كملت، هذا الطابق الأول للفندق، طبعاً راح أخليه هنا مكان للجلوس، وبعدين راح أخليه هنا أوكي مكان الريسبشن، وراح يكون أحلى فندق بالعالم. بس يا جيجي لازم تستعجل وتبدي بالطابق الثاني. أوكي الطابق الثاني راح أخليه يكون من الزجاج البلو. أوكي والله متوقع راح يكون شيء حلو. أوكي يا جيجي بالضبط راح يكون هيجي صحيح أو لا؟ أتوقع راح يكون حلو. بعدين هيجي أوكي إلى حد هنا، بعدين راح أبدي أسوي أوكي غلط. أوكي هسه صحيح. بعدين هذا راح أخليه أوكي يمتد هيجي إلى حد النهاية. أوكي هسه صحيح يا جيجي، بعدين لازم ترجع. أوكي اوكي الثاني سوته، بس اتوقع صار عندي خلل هنا. اوكي اذا يحتاج بس تعديل بسيط وهسه كمل. طبعا هذا راح يكون الطابق الثاني، راح يكون طابق زجاجي. بس اوكي اتوقع الارضيه خطا، يحتاج بس اغيرها. اوكي خلي اغيرها على السريع، بس والله ما اعرف راني ايش قاعد تسوي. اوكي هسه غيرته واختارت هذا الخشب. بس يا جيجي لازم تستعجل انه تخلي بعد من هذا الزجاج، لازم يكون ارتفاع الطابق. اوكي بالضبط هذا الارتفاع اتوقع راح يكون كافي. هسه اخلي هنا بلوكات، لازم استعجل. يلا يا جيجي اوكي. هاي رانيا انت قاعد تشتغلين او احتمال والله قاعد تغش علي. هاي لا تقلدين هاي الفكره مالتي. جيجي اصلا اني فكري عبقريه حتى احلى من فكرك. شنو اصلا انت ما عندك افكار مثل افكاري. اوكي هاي راح تكون هنا مكان للجلوس، طبعا اذا كان هنا مكان للجلوس يقدرون يتفرجون على كل هذا البحر، واو راح تكون مكان اسطوري، والمكان الثالث راح يكون مكان غرف نوم، واو هذا احلى فندق. يلا يا جيجي ها راح تكون احلى جزيره سياحيه بالعالم. هسه لازم اشتغل واكمل، يلا خلني اكمل. اوكي هسه انا كملت الطابق الثاني واستخدمت هذا الزجاج. هسه يا جيجي اوكي خليت له سقف من الخشب، واجى الوقت انه اسوي الطابق الثالث. بس هي راح اقدر اشوف رانيا منا. اوكي هسه يا جيجي ايش راح تسوي الطابق الثالث؟ اوكي بصراحه يحتاج لفكره جديده، اسوي بالضبط نفس الطابق الاول او اسوي اوكي اتوقع اذا مثل الطابق الاول راح يكون حلو. يلا يا جيجي استعجل، لازم اخلي هنا بلوكات. اوكي والله تنسيق الالوان صار حلو. هنا بالضبط المكان راح تكون غرف نوم، وهذا الطابق الثالث والاخير. هسه لازم اكمل بعد، اخلي هنا وراح اخلي شبابيك، وراح تكون شبابيك كبيره. اوكي هسه صحيح. بس اتوقع لازم اخليه يرتفع اعلى اعلى بعد، اتوقع هذا الارتفاع هو كلش كافي. اوكي صحيح لولا يا جيجي اتوقع هذا صحيح.
يلا يا جيجي اشتغل على السريع، هسه لازم أشر منا، بعدين أوكي أشر هنا، بعدين اكتب أوكي walls، وهسه راح أختار البلو، أقصد اللايت بلو كونكريت. أوكي هسه صحيح، هسه أنا قدرت أكمل هذا الطابق الثالث. هاي رانيا، أنت وين وصلتي؟ قاعد تبين أو لا؟ جيجي أنا قاعد أسوي غرف كلش حلوة، يعني أي شخص يجي من مكان بعيد راح يقدر يسكن بهذه الغرفة، والغرفة من اللون البينك. هاي رانيا، بصراحة أنا ما أتوقع راح تكون غرفك أسطورية مثل أنا البناء اللي قاعد أسوي. أوكي يا جيجي هسه كل شيء كمل، اتوقع اوكي انا صار عندي خطا، لازم كل هذا وخره. يلا يا جيجي اوكي هنا بعد، اوكي هنا صحيح، خل اجيب هذا وبعدين راح ادس هنا سيت صفر. اوكي هسه انا كملت. اوكي قدرت اكمل هاي الجدران بسرعه. هسه اجى الوقت انه اسوي هنا غرف، طبعا الغرف شلون اقسمها. اوكي يا جيجي بالبدايه اتوقع راح تكون ثلاث غرف منا، اوكي صحيح، اذا بالضبط الى حد هاي المساحه. اوكي هاي الغرفه راح تكون كافيه بالضبط، هاي الغرفه الاولى، وهسه راح اجي اسوي هنا غرفه ثانيه. اوكي هسه كملتها، وهاي الغرفه الثالثه، واو هذا بالضبط انها راح يكون ممر وراح يكون بيه ثلاث غرف. يلا يا جيجي سوي الشباك الاول وهذا الشباك الثاني اتوقع، اوكي صحيح، وهذا راح يكون الشباك الثالث. اوكي هسه راح يكون طبعا لازم تكون الشبابيك كلها متساويه. اوكي هسه اتوقع راح تكون حلوه، طبعا راح استخدم هسه. اوكي لازم اكمل هذا الممر، اوكي خلي هنا لازم اخلي جدران وولز، بس اتوقع اذا استخدمت الوول من اللون الابيض اتوقع راح يكون احلى، حتى لو يكون كله بلو. اوكي يعني بالضبط داخل الغرفه راح يكون جداري من اللون الابيض وجداري من اللون البلو. اوكي والله انت اسطور يا جيجي. اوكي لازم هسه اكمل هذا واكمل تقسيم هاي الغرف، يلا خلنا اشتغل. يس اوني كملت، هذا الطابق الثالث صار من اللون البلو، والله صار فندق اسطوري. هسه يا جيجي اجى الوقت، اتوقع اني نسيت اسوي هاي الارضيه، اوكي خلي اغيرها واسويها كلها من الخشب. يلا يا جيجي اوكي هسه كملت هاي الارضيه. بعد شنو احتاج؟ اوكي اذا خليت زجاجي من اللون البلو هنا اتوقع راح يصير شيء حلو. اوكي اذا بس هاي الجهه وهاي الجهه. اوكي بعدين احتاج نسيت اجيب درج يخليني اصعد للطوابق الثلاثه. اوكي هسه لازم اكمل هذا الشباك، بقى عندي هذا الشباك هي تعاي رانيا، والله انت غشاشه، هي ليش تشوفين علي؟ والله قاعد تغش، قاعد تاخذ افكار مني انا متاكد. هي رانيا اذا بعد شفتيني المره الاخيره راح تكوني انت خسرانه. جيجي انا بالغلط قاعد اجي لمكانك، انا مو قصدي. هي مو قصدي والله انت غشاشه، بس اوكي انا متاكد ما تعرف تبني هيك بناء. انا متاكد حتى لو شافت. اوكي المهم حبايبي انتم بالنهايه راح تشوفون من اللي راح يفوز، انا او رانيا، انتم اللي راح تحددون هذا الشيء، يعني جزيرة رانيا أحلى أو جزيرتي أحلى. أوكي هسه بقى بس هذا، خلي أكمل على السريع حتى ما أتأخر. أوكي هسه كملت أنا الطابق الأول، بعدين أحتاج إنه أجيب بس درج. أوكي وين أوكي خلي أكتب هنا لادر، هياته موجود هنا. هسه إجى الوقت إنه أستخدمه. يلا يا جيجي هذا راح يخليني أصعد هنا إلى حد هذا الطابق. أوكي هسه صحيح، هنا راح يكون مكان للجلوس وحتى مكان للطعام، يعني قدروا يجون ياكلون هنا، والله راح يكون بيه اطلاله اسطوريه. يقدرون يشوفون هنا كل البحر. بس بعدين اوكي لازم يصعدون الى غرفهم، غرفهم راح تكون بهذا الطابق. يلا يا جيجي هنا اوكي هسه انا كملت هذا. اوكي صحيح كملت هذا الدرج، بقى عندي انه اختار مكان الباب. اوكي اتوقع اذا الباب هنا هسه الغرفه، ولو راح تكون غرفه صغيره بس بصراحه راح تكون كافيه،
واو يقدرون يشوفوني ناكل هذا البحر. واو يلا يا جيجي كمل، وبعدين يحتاج ان تسوي باب ثانية، هاي الغرفة الثانية، وهاي الباب الاخيرة للغرفة الثالثة. واو والله شغلات اسطورية. احتاج انه اجيب دور هنا. اوكي اي دور راح استخدم؟ اتوقع هاي راح تكون اللون الابيض. اوكي راح تكون حلوة. اوكي هسه الباب الاخيرة هسه صحيح، هسه أنا كملت هذا الطابق. بقى يا جيجي انه تنزل وتشتغل وكمل الطابق الارضي. بس قبل ما اكمل هذا الطابق، طبعا الجزيرة مالتي قاعد اشوفها نوعا ما حلوة، يحتاج اضيف لها بعض اللمسات الاسطورية. اوكي راح استخدم هذا الساند. هي هل والله سقط كل هذا. اذا يا جيجي يحتاج، اوكي خلي اجي هنا اكتب براش، وبعدين راح اختار اوكي سيت، بعدين اوكي راح اختار الساند. اوكي هسه احتاج بلوكات اثنين توقع، بس هو الساند مشكلة انه يسقط. اوكي اذا يحتاج اكبر هذا، وبعدين اضيف ساند هنا. هاي والله يحتاج مسافة هواية، اذا لازم اشتغل واخلي ساند هنا. يلا خلي اشتغل. يس أنا كملت هذا الفندق. بصراحة قدرت أخلي كل هذا الأثاث هنا. كملت هذا الطابق الأول، إن الناس أول ما يدخلون راح يجون هنا يشوفون أماكن للجلوس، وهنا مكان الريسبشن حد يحجز لهم الغرف. والله راح يكون فندق أسطوري. بس مو بس هذا، أنا كملت الطابق الثاني، هنا مكان راح يكون وقت الإفطار، يجون يفطرون بهذا المكان ويشوفون كل هاي الجزيرة ويشوفون هاي البحار. اوكي هسه الطابق الثالث، بصراحة خليت بيه غرف، راح تكون هاي الغرفة الاولى مؤثثة، بيها تلفزيون، بيها كل شي يحتاج. اوكي هسه راح اطلع واشوف الغرفة الثانية، والله الغرفة هم اسطورية. اوكي والغرفة الثالثة، واو صار عندي احلى فندق بالعالم. اوكي هسه اجى الوقت انه اخرج. يا جيجي لازم تخرج على السريع، بصراحه عندي بعد شغل خارج الفندق. اوكي خلي استعجل. شنو راح اسوي هنا؟ اوكي خليت هنا هذا الخشب وخليت اماكن يمشون بيها، وبعدين راح اجيب هذا، راح اسوي لي هنا اوكي كراسي، هيك صحيح اربع كراسي. بعدين راح اجيب هذا، راح اسوي لهم مظله حتى تحميهم من الشمس. اوكي بعد يا جيجي اعلى، هسه صحيح راح اجيب هاي البلوكات. اوكي راح تكون بالضبط مثل مظله. يلا يا جيجي. اوكي هسه انا كملت الميز الاول. اوكي بس بصراحة هنا على البحر بالليل تصير باردة، ولهذا انا فكرت اني اجيب لهم شعلة نار واخليها هنا. اوكي ممكن يتدفون عليها. واو صار مكان للجلوس اسطوري. لازم اكرر اجيب واحد بعد هنا واخلي بعد واحد هنا. بس هذا المكان راح يكون شي خاص، هذا المكان راح اسوي بيه نافورة. اوكي اذا لازم احفر هنا. اوكي يا جيجي اتوقع لازم تجيب بلوكات البريك. اوكي وين موجودة؟ اوكي هياته موجودة هنا. هسه راح اخلي اوكي هيجي، بعدين احفر من حولها. اوكي اتوقع هسه صحيح. يا جيجي هاي النافورة راح تكون حلوة. اوكي بعد اتوقع هذا الارتفاع زين. بعدين اوكي هيجي صحيح، هيجي اوكي بعدين هذا هسه صارت. اوكي صار مكان حلو. بعدين راح اجيب سلاب. اوكي بس شنو راح استخدم؟ نفس هالي بلوكات راح اخليها بالضبط هنا. اوكي يا جيجي هسه راح اكمل هاي النافورة، طبعا راح تكون نافورة اسطورية. اوكي هسه انا كملت. بقى اتوقع اذا ارتفاع اكثر راح تكون احلى. اوكي هسه اجى الوقت انه اجيب المي. وين المي؟ هياته موجود. اوكي خلي هنا، واحد اثنين ثلاثة اربعة. واو كملت هاي النافورة. بس والله نافورة اسطورية. بعد يا جيجي احتاج انه اخلي هنا اوكي بالضبط واحد اثنين. اوكي اتوقع هيجي، بعدين هذا. اوكي صحيح طبعا، انا راح ازرع عليها ورد حتى تكون حلوة. اوكي صحيح،
بعد هنا وتوقع كل شيء راح يكمل. وجا بس الوقت إن أشوف بجزيرة رانية. هسا أحتاج أوكي دور أي واحد راح أستخدم. أتوقع هذا راح يكون حلو. أوكي يا جيجي وين راح تخلي؟ أوكي خلي أسد هيجي بعدين 1 2 3 4. أوكي هذا طبعا المكان راح أزرع عليه ورد حتى يكون حلو. أوكي هسا أنا كملت هذا الأول. هسا أجي الوقت إنه أشتغل بالثاني. يلا خلك كمل. يس أنا كملت اشتغلت بهاي النافورة حتى زرعت هنا ورد وصارت نافورة أسطورية. وكملت هنا مكان الجلوس سويت 1 2 3. توقع هذا كافي. يا جيجي صارت عندك أحلى جزيرة بالعالم. بس بقى أوكي شو ممكن تكون جزيرة بدون أشجار؟ ولهذا نسيت أنا أخلي الأشجار. أوكي إذا يحتاج أزرع أشجار 1 بعدين هنا 2 وهنا 3. أتوقع 3 أشجار راح تكون كافية. أوكي بعدين أحتاج إنه أجيب هيجي حتى تكون الشجرة تكون نوعا ما كبيرة. أوكي يلا يلا يا جيجي أكبر أكبر يا شجرة. هوب والله صارت شجرة عملاقة. أوكي إذا نحتاج بعد أتوقع ما أحتاج هالكبر هذا. أوكي هيجي زين صحيح. أوكي بعد هنا يلا يا جيجي كبر هاي الشجرة ولو هاي مصارت عملاقة شجرة. أوكي أتوقع الأشجار راح تنطي منظر حلو للجزيرة. أوكي والله صارت جزيرة أسطورية. بقى أحتاج بعد أزرع وحدة هنا. أوكي 2 وهنا 3. أوكي يلا يا جيجي كمل هاي الشجرة وهنا الثانية. أوكي بصراحة هي صارت كل شيء صغيرة. أوكي هنا الثالثة. يلا يا جيجي وكل شيء راح يكمل. واو والله صارت عندي أحلى جزيرة بالعالم. هسه اجى الوقت إنه أشوف من الأحلى جزيرتي أو جزيرة رانية. حبايبي أنتم متحمسين نشوف من الجزيرة أحلى. هاي رانية أنت كملتي الجزيرة مالتك أو بعدك؟ جيجي أنا كملت. أوكي بس من راح يشوف جزيرتي الأول؟ رانية أقدر أجي أشوف الجزيرة مالتك؟ يلا تعال جيجي أنا كلش متحمسة. أوكي بصراحة أنا متحمس بس مستحيل تكون مثل هاي الجزيرة الأسطورية. جيجي بالبداية غمض عينك وبعدين حتى تتفاجئ. أوكي بصراحة أنا ما قاعد أشوف، قاعد أشوف هنا بالبحر. أوكي أقدر هسه أشوف أو لا؟ تعال تعال تقرب تقرب بعد أكثر. أوكي والله ما أعرف راني شو تريد مني. يلا جيجي افتح عينك. هوب. شنو؟ هاي أوكي بصراحة أكو شغلات حلوة. شوف اسمع جيجي خلي أشرح لك على هذه الجزيرة مالتي. قاعد أشوف هنا شنو موجود. هنا راح يوقفون الطباخين ويطبخون الأكل الناس اللي يعجبهم. أوكي بعد أشرح هنا راح تلقي هنا المقاعد يعني الناس هنا يقعدون ويأكلون. تعال تعال خلي أشوفك بعد هذا المكان. هاي رانية بصراحة أنت خالة هواي أشياء هنا. بس أوكي شنو هاي المكان؟ شوف اسمع جيجي هنا واحد يقعد ويشمر السنارة ويقعد يصيد السمك. والله صحيح أنا هاي الفكرة ما سويتها. تعال جيجي تعال يعني مثلا إذا مثلا جهنا الصياد حتى يصيد سمك بعدها راح يجي هنا حتى يشوي الاكل وبعدها راح يخليه بهذا الطبق وبعدها ياكله. والله رانية هي انت مخادعه شلون فكرتي بكل هاي الافكار؟ اصلا بالعكس هاي افكار كلش حلوه. اوكي تعال تعال خلي اشوفك هذه الغرف. اني يعني سويت غرف اوكي متفرقه. تعال شوف جيجي هذا ذا شخص عنده اعداد هوايه يقدرون ياخذون هذه الغرفه اللي بها اسره كلش هوايه. اوكي تقصدي هاي العوائل اللي بها هوايه ناس. اوكي يقدرون يسكنون بهذا البيت. اي طبعا طبعا. تعالوا اذا اجى شخص واحد يعني ماكو اشخاص وياه هوايه اوكي يقدرون يسكنون بهذه الغرفه هذه بها سرير واحد. والله صحيح. اذا روني انت ما سويتي فندق، سويتي اكواخ منتشره بهاي الجزيره. طبعا طبعا. تعال شو جيجي كل هذه بس بها سرير واحد، هذا الشخص واحد بس. اوكي الثاني عرفت. اذا انت سويتي هاي الاشياء. بس بصراحه جزيرتك حلوه راني. بس لون جزيرتي حلوه. لا تحتفلين انتظري.
بس هذا اللون البينك المقرف هو اللي مسوي الجزيرة قبيحة. هي شوف اسمعني، أصلا بالعكس اللون البينك أحلى لون بالعالم. هي أكو واحد يسوي الجزيرة من لون البينك، أصلا ما حد ما راح يجي لها الجزيرة. لا لا بالعكس جيجي أنت غلطان، هسه شوف أصلا كل الناس راح يجون شقد، أعداد كلش هواية، حتى احتمال راح يصير ازدحام. أوكي أوكي، هسه جي الوقت تشوفين الجزيرة مالتي. يلا أوكي جيجي. بس قبل هاي شقد أقيم هاي الجزيرة مراني. جيجي عشرة عشرة عشرة. عشرة هي انتظري أنا لقيم مو أنتي. بصراحة شو قصدك؟ هاي الجزيرة ناقصها تكون بها نافورة، ليش ماكو نافورة؟ جيجي ما حاجة، أصلا اكو ماء هنا كل شوية، ما حاجة نافورة. أوكي، بصراحة راح أنطيك 7/10. شنو؟ جيجي هالقليلة؟ أنا سويت كل الجزيرة وتعبت، تعطيني 7؟ لا جيجي قليلة قليلة. هي 7/10 أصلا كلش كافية، والله ترى غير رأيي وأنطيك 5/10. إيش كنت مزعج؟ شوف جيجي تعال باوع. حتى هذا الاخطبوط عجبت الجزيرة مالتي وجهنا. اخطبوط هي والله هذا متوحش. يلا تعيراني تعي شوفي السجل وقت شوفين الجزيرة مالتي. جيجي معقولة تكون جزيرتك أحلى من جزيرتي؟ أوكي تعي اصعدي بالقارب والسراح نشوف. أوكي راح أغمض عيني وبعدها من نوصل قولي افتح عينك. أوكي يلا رانية احنا وصلنا. شو هذه جزيرتك؟ جيجي ناكو نافورة. طبعا طبعا رانيا شنو رأيك بهاي النافورة؟ جيجي حلوة هذه النافورة عجبتني. هاي مو للسباحة، يلا خرج على السريع، هاي بس للمنظر. جيجي حلوة عجبتني. صحيح جيجي ناكو كراسي، يعني واحد يقدر يقعد ياكل ويقدر يشوف نفس الوقت. طبعا رانيا يعني واحد اذا عنده مثل هنا لحم يقدر يجيبه ويخليه هنا بدون ما يحتاج طباخ، يقدر يخليه هنا ويقدر يشوي. صحيح جيجي، وينتظر من يشوي هذا الاكل يقدر ياكله. طبعا بس راني شنو رايك بالاشجار اللي زرعتها؟ حتى زرعت اشجار وسويت ممر. بس جيجي اسالك شنو هذا البناء العملاق؟ جيجي شنو؟ راني هذا فندق، حتى يجون بهذا الفندق احسن من مالتك البيوت المتفرقه، اصلا كانت قبيحه. شنو كانت قبيحه؟ هي شوف اسمع جيجي المفروض ادمجك وتخلص منه. هي اتركيني. بالعكس بيوتي كلش حلوه. بصراحه اني هذا الفندق اسطوري اكثر. تعي راني شوفي هذا الريسبشن يحجزون الغرفه. اوكي جيجي اذا اكو حجوزات هسه راح الغي كل الحجوزات. هي تعدي منها. يلا تعاي تعي شوفي الطابق الثاني. اوكي هذا الطابق راح يكون المطعم مال فندق. المطعم صحيح. اوكي اوكي يعني راح يقعدون ويجي هذا الشخص اللي يجيب لهم الاكل. طبعا رانيا يطلبون اي اكل يريدوا يقدرون ياكلون هنا. بس جيجي هنا اكو بعد درج، هذا وين راح يروح؟ هي رانيا طبعا انت شلون نسيتي تكون اكو غرف؟ اكو فندق ما بيه غرف. صحيح هذه غرفه اولى، هذه الثانيه، هذه الثالثه. شو خل اشوف. جيجي هذه حلوه. طبعا رانيا شنو رايك بهاي الغرف؟ طبعا استخدمت الالوان الازرق والابيض حتى يكون شيء اسطوري يكون لوني. جيجي هو صحيح هو حلو، بس جيجي اللون الازرق شكله كلش مقرف. هي منو قال مقرف؟ اصلا ما حد بالعالم يقول على اللون الازرق مقرف. اوكي هذه الغرفه الثانيه حلوه، بس هذا اللون مسوي اصلا ما حلوه. اوكي اوكي خلينا نروح على الفرن. هي كافي انت بديت تضوجيني، لا تقول هذا اللون ما حلو. اوكي وجيجي حرامات، يعني هذا الفندق لو تغير اللون البنك يصير احلى فندق بالعالم. طبعا احلى فندق. بس رانيا هسه انت ما قلتي لي شنو رايك؟ ايش قد راح تقيمين هاي الجزيره مالتي؟ جيجي يعني اعطيك 10/10. بس جيجي انا ما احب البلو. ما احب البلو؟ هاي مشكلتك ما تحبين هذا اللون. صراحه هذا احلى لون بالعالم. انا يمكن راح اعطيك 9/10. شنو؟ واو انت قلتي 9. يعني اني اللي فزت اليوم. شنو جيجي انت اللي فزت؟ لا جيجي راح اغير رايي. هي ما يصير، لازم انت بس مره تقولي ما يصير تغيرين رايك. يوم مزعج، معقول انت راح تفوز علي؟ طبعا بصراحه اني استحق افوز، يعني بنيت هذا الفندق العملاق وبنيت اشجار وسويت نافوره، سويت اشياء بس بالاحلام. اوكي حبايبي شنو رايكم بفيديو اليوم؟ اتمنى اللي جزيره اللي عجبتكم تكتبون بالتعليق يا جزيره اكثر. اكيد جزيره رانيا. لا لا مستحيل، اكيد راح تكتبون جزيره جيجي. لنا حبايبي وصلنا الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناه. نلتقيكم فيديو جديد، مع السلامه.